إذا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم مراسم الوداع الرسمي للأمير محمد بن سلمان في ختام الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية والتي كان استقبله فيها رئيس السيسي بقصر الاتحادية. وتمت وقائع الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز ولي عهد المملكة. وكما تابعنا على مدار اليوم مراسم الاستقبال، وما نشاهده الآن هو مراسم الوداع الرسمية لولي عهد المملكة العربية السعودية. هذه هي الوفود الرسمية أو الوفد الرسمي الذي كان مرافقا للأمير محمد بن سلمان، ورئيس السيسي يقوم بتوديعهم أيضا على أرض المطار. كما تابعنا أيضا كانت هناك جلسة ثنائية بين الزعيمين، وذلك لمناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعزيز في جميع المجالات. وما نتابعه الآن هو مراسم الوداع الرسمية للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم مناقشة العديد من الموضوعات في مقدمتها بالتأكيد مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، سبل التعزيز في مختلف المجالات. هذا هو الوفد المرافق لولي العهد، يغادر أيضا إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة، وتم عقد الجلسة الثنائية بعد بداية مراسم الاستقبال الرسمي. الزعيمان أيضا ناقشا مجموعة من القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة والرياض. من ضمن الوفد الرسمي الذي كان مرافقا لولي العهد السعودي كان هناك وزير التجارة السعودي ماهر عبد الله القصبي، وأعلن توقيع 14 اتفاقية استثمارية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها اليوم على هامش توقيع هذه الاتفاقات بمقر الهيئة العامة للاستثمار. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الصور الحية لمراسم الوداع الرسمية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوديع سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية. الزيارة كانت لها شقين، شق سياسي وشق اقتصادي، وها هو الرئيس الآن يغادر أرض المطار. وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي أعلن توقيع 14 اتفاقية استثمارية ما بين مصر والسعودية بقيمة تقريبا 7.7 مليار دولار، وتم التوقيع في مقر وزارة التجارة، مقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزراء الكهرباء والتخطيط وعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين. والوفد المرافق لولي العهد السعودي كان بيتكون من رجال أعمال ومن وزراء في المجال الاقتصادي في المقام الأول لهذه الزيارة، اللي في مجملها اقتصاديا وسياسيا وعلى إثرها تم مناقشة الأوضاع في المنطقة بمجملها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.